ضرب البنى التحتية الأوكرانية من دون تحقيق أي تقدم أو استغلالها بتقدم عسكري، استغلال ما تحققه هذه الضربات، ما الذي يعنيه بتقديرك ونحن نقترب من الشتاء؟ هل روسيا تبحث عن انقلاب داخلي على زيلينسكي كما تبحث عن هذا الأمر مع الحكومات الأوروبية؟ أستاذ أحمد، شكرا لك ولهذا العرض الشيق الذي يتميز بالمعلوماتية أولا وهو الأهم، وثانيا الذي يؤكد بالفعل الحيادية في تغطية هذه المعطيات وليشكل كل منا الرأي كيف يقرأ المشهد. شكرا جزيلا لكم، تفضل. سؤالك عزيزي، ربطت في الشتاء، نعم التوقيت مهم للغاية. الآن الكل يحاول أن يستغل العامل الذي يجمع الجميع وهو فصل الشتاء. فصل الشتاء قادم، هذا يعني أكثر تضررا هو الأكثر احتياجا للطاقة، وأيضا أكثر تضررا من سيضطر إلى التعامل الميدان على الأرض في هذه المعركة. روسيا وأوكرانيا من البلاد الشتاء فيها قارس للغاية، حتى بولندا عندما تعبر هذه الأسلحة والمساعدات من الناتو باتجاه أوكرانيا، أيضا بولندا مشهور عنها الشتاء القارس الذي سيؤثر على عمليات النقل هذه. عندما تضيف إلى ذلك قضية استهداف البنى التحتية، هذا يدخل العامل الشعبي، لأنه في حال انقطاع الكهرباء لن تكون هناك أي قيمة للأقمار الصناعية عندما يوفرها إيلون ماسك لتغطيات الإنترنت، سواء كنا نتحدث عن إيران أو أوكرانيا، لن تفيد شيئا، لأنه إذا لم يكن الهاتف مشحون بالطاقة الكهربائية لا قيمة للإنترنت. وأيضا سيمس بالصميم التحكم والسيطرة من المفهوم العسكري اللوجستي. وما هو أخطر من هذا وذاك، وأعتقد هذه الرسالة موجهة للأوروبيين أكثر من الأطلسيين، هي موجات الهجرة التي ستتبع انقطاع المياه والكهرباء. تذكر عزيزي أن المشاهد الأولية للنزوح الجماعي من أوكرانيا كان في بدايات الأزمة قبل حوالي 8 أشهر مرتبط بالخدمات. رأينا كثير من السيدات والكبار السن والأمهات بعائلة صغيرة من أطفال ينزحون داخل أوكرانيا ومن ثم يلجؤون إلى خارج أوكرانيا، تاركين خلفهم الآباء القادرين على حمل السلاح. الآن هذه العمليات ستتكرر وستتسع، وهناك دول في أوروبا صارت تشكو علانية بأنها أيضا تعرضت للخداع، لأن لا دعم الاتحاد الأوروبي كان كافي لهذه الدول التي استضافت المهاجرين، وأيضا الاتحاد الأكبر الناحية العسكرية اللي هو الناتو حلف الأطلسي أيضا لم يقدم على ما يبدو ما يرضي احتياجات أو طموحات زيلينسكي. من الأخبار التي أثارت التندر واسعا، ونحن على بعد يعني 8 أيام من انتخابات الاستحقاق 8 نوفمبر، هو هذا الخبر الذي قام شخص ما في إدارة بايدن بتسريبه لمن؟ للCNN وللMBC، يعني القنوات التي تحسب إلى حد كبير قريبة من الحزب الديمقراطي. قال أن الرئيس بايدن فقد أعصابه في محادثة هاتفية مع زيلينسكي عندما طلبه بالمزيد من الدعم. فالمحصلة يا عزيزي، وهنا ألخص لإجابتك بالسؤال هذا، الضغط الآن مدروس وهو في المقام الأول داخلي، ويستهدف بشكل أو بآخر زيلينسكي، إما لتطويعه للدخول في مفاوضات، وإما لمغادرة كييف إلى لفيف تمهيدا ربما لسيناريو آخر.